عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نقدم لكم اليوم حوتة مشرملة بالخضار في الفرن. عندنا حوتة غنشرملوها بالقزبور والمعدنوس والثوم مطخوقين. في العطرية عندنا سكين جبير، خرقوم عرق، تحميرة، لبزار. وعندنا هنا في الخضار بطاطا مقطعة دوائر ومسلوقة نص سلقة، خيزو مقطع دوائر ومسلوق نص سلقة، فلفل أخضر وأحمر مقطعين دوائر، حامضة مقطعة، وفلفل حار، ومطيشة دوائر، ومطيشة صوص محكوكة، والزيت ضروري. دابا غنبداو في طريقة التحضير. غنبداو على بركة الله. هنا لدينا الثومة والقزبور مقطعين ومطحوقين مع الثومة بالملح. ما درتش الملح حيت كاين هنا الملح. غنزيدو عليهم هاد العطرية ديال اللي ذكرت قبيلة. ونخلطوهم جيدا. زيت عليهم شوية زيت. ونزيد عليهم عصير نص حامضة. نخلط الكل جيدا ثم نشرمل الحوتة مزيان. هنا غنبدا بيديا، كاين ما احسن من اليدين. وندير هاد البلايص البنات. هاد لاصوص اللي غتبقى ليا غنديرها، غنهز الحوتة وغنديرها في الطبق ديال التقديم. وهاد لاصوص اللي غتبقى ليا غندير نضيفها لهاد لاصوص باش تعطينا المذاق. ونحرك الكل جيدا. دابا غندهن لاطا بالزيت من الجوانب ونوزع خيزو هو الاول. لي سبق ليا وسلقتها من السلقه باش ما كيشدش لنا الوقت في الطياب. مطيشة حتى هي نحطها على هاد الشكل هذا. ندوز دابا الفلفلة.
دابا ديك لاصوص لي زدت عليها الشرمونه د الحوت وغندير بحال هكا باش نطلقنا في ديك الخضيره ديالنا اللي صافي. دابا غنمر ديك الدوائر الحامض وديك الفلفله. دابا غندخلو ان شاء الله للفرن. وهانتوما البنات بعد مرور ساعه من الوقت هاد الطبق ديالنا شو كيفاش جا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوني وتحفزوني بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم. وإلى اللقاء إلى فيديو مقبل إن شاء الله.